البرانش من المناسبات المفضلة عندي بعالم المودة. في ستايل معين لازم تعتمدي لهيك مناسبة. اليوم بدي خبرك عن الإطلالات المفضلة عندي لهيك إطلالة، فحضري فساتينك الصيفية الحيوية اللي بتليق بهيدا اللوك. ما تلبسي الجينز لأنه يعتبر كتير كاجوال، بهيك إطلالة أنا بفضل ألبس شي كاجوال بس بنفس الوقت كتير أنيك. كرمال هيك ما تختاري أبداً الجينز أو الأحذية الرياضية. تاني شي، اهتمي بتصفيفة شعرك. لهيك مناسبة لازم يكون شعرك مرتب وحلو. فيك تفلتي شعرك وتزيني بالأكسسوارات مثل البراش أو رباط الرأس الهيد باند، أو فيك تعتمدي أسلوب الهير بان اللي هي الكعكة أو البوني تيل اللي هي تسريحة ذيل الحصان. أما الأحذية فلازم تتذكري إنه البرانش هي مناسبة بتتميز بمود ربيعي وفريش. لما بروح على برانش بفضل ألبس على طول الأحذية اللي بالكعب العالي العريض أو الأحذية الساندلز اللي بتجي بالشرائط يلي بتتميز بألوان فاتحة بتفاصيل ناعمة وحلوة كتير مثل الورود. ابتعدي عن الأحذية الضخمة وبلون الغامق. فيك تقرري تلبسي أحذية بلون الفضي أو الذهبي أو الأسود إذا اضطريتي، وأكيد إذا بيلبقوا مع تيابك. مثل ما خبرتك أول شي، حضري الفساتين لأنه الفساتين والتنانير هن الاختيار المناسب للبرانش. أنا أفضل إنه نقي فستان يكون مقماشة الشيفون أو اللي بيجي واسع تحت الخصر أو اللي حتى فيه حركة مثل الكشاكش. اختاري فستان يكون ضيق على خصرك واللي بيوصل طوله شوي فوق الركبة لأنه بيعطيك لوك كتير حيوي وفريش. أما الألوان فاللون المفضل عندي للبرانش هو الأبيض، بس أكيد فيك تختاري كمان كل الألوان الربيعية الفاتحة. وإذا اضطريت إنك تلبسي لون كتير كلاسيك فأنا أفضل إنك تلبسي اللون الرمادي الفاتح أو الفضي. تذكري إنه الجاكيت الرسمي ما بتناسب أبداً إطلالتك للبرانش لأنه بتغطي على حيويتك وأنوثتك. كرمال هيك أنا إذا عندي برانش بجرب ألبس البلايزر اللي بقماش القطنية الستريتش كرمال دل حس حالي مرتاحة وعلى طبيعتي. أما الأكسسوارات فهني أهم قطع بإطلالتك. ابتعد عن الأكسسوارات الضخمة واختار الأكسسوارات الناعمة والبسيطة مثل السناسل الطوال أو الخواتم والأساور الناعمة. هيدا كان كل شي لليوم. إذا حابة تشوفي أفكار إضافية فيك تزوري www.lamadonnana.com، وإذا عندك حياة لسؤال تقدر تتركي لي بخانة التعليقات أو تتواصلي معي عبر الجوجل بلس والإنستغرام. وما تنسي تعملي سبسكرايب كرمال تحضريني كل أسبوع.